اليوم راح نبدأ تمرين للجزء العلوي مع المشي. مشي في بداية راح نمشي 5 دقائق فقط مشي، تذكر، وثلاث دقائق مشي عادي، بعدها نقدر نهرول أو نركض أو نحافظ على نفس الوتيرة. جهزوا أثقال متعددة الأوزان، وزن 1 إلى وزن 5 أو إلى وزن 6 حسب قدرتكم، وبسم الله راح نبدأ. بعد ما خلصنا 5 دقائق راح نبدأ بالأكتاف، راح ناخذ وزن عالي وفقط 10 عدات، لأن في وزن أقل ثم أقل على نفس العضلة. لاحظي معايا كيف مسكت اليد وكيف أن الكوع للأمام، ترى يفرق في أيضا وضعيات متعددة لنفس العضلة. فخذيها بداية وزن عالي، أكوع للأمام، أصعدي وانزلي بهدوء مع ثبات الظهر. يلا وزن أقل من الوزن اللي كان معانا، وشوفي معاي كيف الأكواع راح تكون للخارج، وأطلع وأنزل. وزن أقل من الوزن اللي كان معانا، ويلا بالتناوب نفس الوضعية الأولى، بس مرة اليد الأولى الثانية ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. برافو عليكم، كذا خلصنا أول عضلة وهي عضلة الأكتاف. يلا ماشي من 3 إلى 5 دقائق، تقدر ننوع بين هرولة، ركض أو مشي عادي، اتسوكي كل واحد على حسب قوته، لياقته، صحته، بس تذكروا تنفسوا. خلصنا ثاني عضلة عندنا هي عضلة الصدر. لاحظوا معايا راح أسويها على الأرض، راح أبدأ أيضا من وزن عالي ثم منخفض إلى منخفض. تعالي خذي الوزن العالي وراح نسوي الفتح من أصابع الإيدين الأمامية. أصابع إيديني وين؟ للأمام، شايفين كيف؟ باتجاه الأرجل، وبعدها مع حفاظ على ثانية بسيطة في الكوع راح أنزل وأصعد. شوفي كيف كوعي أنا ثانيته بالشكل واضح، ليه؟ لأن الثقل عالي جدا، فلما نخفض الوزن راح نلاحظ أيضا أن وضعية الكوع تتغير. فبداية حافظي على وزن عالي مع ثانية كوع آمنة. الآن راح ننزل الوزن، ناخذ وزن أقل، نفس الوضعية نفس الحركة، بس راح أفتح الكوع بطريقة أوسع. طبعا بالنسبة لكل شخص راح يحس إن كوعه يحتاج فتحة أقوى ولا يحافظ على نفس الفتحة حتى لو تغير الوزن، المهم الأمان في منطقة الكوع والأعصاب، وتحسين بعضلة الصدر من الجزء العلوي والجانبي. يلا ناخذ الوزن الأقل من الوزن المتوسط، يعني وزن منخفض، وشوفي معايا نفس الوضعية، بس إيش بسوي؟ بنزل أطلع نص 3 مرات، بعدين أصعد كامل، أنزل أطلع 1 2 3 كامل، أنزل أطلع نص 1 2 بعدين 3 أسكرها كامل. خذيها بهدوء، وأهم شيء حسي بقوة يدينك كيف إنها شادة على منطقة الصدر. Yeah.
عفوا عليكم، كذا خلصنا العضلة الثانية وهي عضلة الصدر. نرجع مشي ولا نتذكر التنفس، أهم شيء لا ننسى تنفس تنفس، عندنا من 3 إلى 5 دقائق. الحركة التالية هي حركة العضلة الأمامية أو العضلة التالية هي العضلة الأمامية للذراع، راح تكون 3 رباعيات، سواء على الكرسي أو إحنا واقفين. شوفي معايا، الكوع لا يتحرك، الظهر ثابت، الكوع لا يطلع لما تطلعين الثقل معاكي. شوفوا أسويها على الكرسي كيف، وأقدر أسويها وأنا واقفة. كل واحد طبعا على حسب تفضيله وإحساسه بالعضلة أكثر، هل هو واقف أو هو جالس يكون أكثر تمكنا من العضلة، بس زي ما ذكرت الكوع لا يتحرك. الآن الوزن المتوسط بالنسبة لكم، وشوفوا معاي كيف أصابع اليد باتجاه الفخذين، ثبتي كوعك واصعدي وانزلي، يعني بطريقة عكسية راح نسوي الضم الأمامي للذراع. ولاحظي نقطة مهمة، أفضل أن نكون واقفين، واللي يتعب من الوقفة يستند على الجدار أو أنه يجلس بس يكون من الجوانب مفتوح الكرسي لدرجة فتحة اليد تكون كاملة. ثبتي ظهرك، حافظي على كوعك، تنفسي كويس. آخر رباعية لهذه العضلة بوزن منخفض، الأصابع على الفخذين للأمام، حافظي على كوعك مرتاح وأكتافك مرتاحة، وابدأي ضمي وانزلي. ولاحظي أن السرعة هنا شوي زدتها، يعني ماني حافظة على وتيرة متوسطة أو بطيئة، لا حافظة على وتيرة شوي سريعة. عليكم يلا المشي والتنفس، راح نمشي من 3 إلى 5 دقائق، نقدر نهرول، نقدر نركض، نقدر نسوي اللي نبيه، بعدها ناخذ شيخ زفير ونرجع. العضلة التالية هي عضلة الظهر، راح نحتاج وزن عالي في كل 3 رباعيات. أول رباعية لاحظي معايا، شوفي كيف أشرح لك، أقول بطنك حسيه مرتاح على الفخذ الأمامي عشان الديسك يكون مرتاح تماما. فش بسوي؟ حافظي على ظهرك مستقيم كأنه تماما منبطح على سرير، وبعدها اسحبي سحبة كاملة باتجاه الخصر وانزلي، لا تنزلين الكتف، خليه محافظ على ثباته في منطقته، لا تحاولين تسحبين اليد الأسفل بطريقة أعمق، لا خليها بس تروح وتجي في نفس إطارها أو في نفس طول اليد، وحافظي على الشيخ والزفير. شوفي معايا خطأ، أقول لك خطأ، اثني الركبتين ولا تنزلين تحت بقوة، خليك مرتاحة، رجعي الأكتاف وبعدها اسحبي ولا تسحبي يدينك تحت، خليك مرتاحة بهذه الطريقة، تمام؟ راح ننزل الآن ثقل ونحافظ على ثقل ونستند
على كرسي أو نسند على أي شيء موجود عندنا. حافظي على ركبك شوية مستقيمة وابدأ اسحبي. لاحظي الكوع وين؟ الكوع خارجة من الجانب جايني، مو جاي باتجاه الجسم، لا من الجانب. ونزلت أعمق حتى أحاول إن ظهري يكون في خط مستقيم مع حوضي. خذي شهيق زفير وابدأ اسحبي سحبة وارجعي، اسحبي سحبة وارجعي. برافو، بدل الاتجاه لليد الأخرى، سحبة وارجعي، سحبة وارجعي. أهم شيء يكوني وضعيتك مرتاحة، عدلي كل المساند الموجود حولك حتى تكون وضعيتك مرتاحة، عدلي كل أدوات المساعدة عندك حتى وضعيتك تكون مرتاحة. خذي شهيق زفير وابدأي اسحبي. ناخذ الوزن الثاني وناخذ وضعية الظهر الآمنة، بعدها أصابع يديني للأمام، تمام؟ وأبدأ أسحب أصابع يديني للأمام، أسحب وأصابع يديني للأمام 5 عدات. خلصت الخمسة حطي أصابع يدينك جنب بعض، بعدين للخلف، أمام بعض، بعدين أمام، جنب بعض، للخلف، جنب بعض، وريحي. أحسنتي، برافو عليك، كذا احنا خلصنا. راح نرجع للمشي وناخذ تنفس من 5 إلى 3 دقائق، سواء تبغون تطولون التمرين تاخذون كفايتك كاملة وزودون الحق خذوا براحة 5 دقائق، لكن إذا هذا بيأثر على النفسية يعني زي ما تقولون يطنقرك شوية من التمرين، لا، اكتفي ب3 دقائق. أهم شيء تكوني مرتاحة مستانسة في أثناء التمرين، لأن هذا هو اللي بيضمن استمرارية. يلا نجي لآخر عضلة رائعة راح نحركها اليوم، هي العضلة الخلفية للذراع. نحتاج أن نكون على الأرض ونبدأ طبعا بالوزن العالي، الذراع الخلفية وزن عالي. في الوضعيات أنا راح أغير منطقة الكوع مع الكتف، فبداية بما أن الوزن عالي راح أخلي الكوع مع الكتف مستقيمات وأحافظ على كوعي في منطقته الثابتة بدون ما يتحرك. حطيته في خط مستقيم، جيب الثقل الثاني، حافظ على الكوع وأبدأ أطلع وأنزل، أطلع وأنزل، دفع للأعلى وأنزل. خذي شهيق زفير ولاحظي قبضة اليد ما هي مغلقة باتجاه الذراع الأمامية أو الكتف، لا، في خط مستقيم مع الكوع، وطلعيها ونزليها. لاحظي التنبيه البسيط، أقولك لا تسكين أثقالك باتجاه كتفك، خليها في خط مستقيم مع كوعك. كذا نكون إحنا تقريبا خلصنا الوضعية الأولى، رح ننتقل للوضعية الثانية طبعا وزن أقل. هذه المرة الكوع راح يكون مدفوع للخلف باتجاه الرأس قليلا، لا تخليني في خط مستقيم مع الكتف، لا، رجعي شوي للخلف ورا وابدأي انزلي واصعدي، انزلي واصعدي مع الحفاظ على ثباته بدون ما يتحرك. مو اذا رفعت الثقل تحرك الكوع ورا، اذا نزلت الثقل تحرك الكوع الامام، لا، خلي يدك ثابته وفقط خلي الساعد هو اللي ينزل بالاثقال ويصعد. يلا الوزن خفيف، راح نسوي نفس الوضعية، ناخذ وزن خفيف ونرجع الأكتاف شوي للخلف مع خط المستقيم للكوع. شايفة كيف؟ شوي للخلف رجعيها، شوية رجعتيها حافظي عليها بالتناوب، أيمن أيسر، أيمن أيسر. We'll be right back.
وبكذا خلصنا تمرين اليوم. استمتعي بالتمدد، إنجاز رائع. Material world, the things that fade.